السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الابرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي هم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير دي زد. اليوم الحصه تاعنا وين غادي نتكلموا على مواجهه وين المساعد المدرب يعني تاع كاميرون سونغ، وين تكلم على مواجهه الخز وين لن تكون سهلة، لكننا نملك نفس الحظوظ في بلوغ المونديال. ترى روتورا عندنا خويا، روتورا عندنا، نقولوا بلي عندنا أسبقية، وهي مباراة العودة عندنا، عندنا الأسبقية هذه هي. أنا نشوفوا كيفاش تكون النتيجة عندكم، ومن بعد نشوفوا كل واحد وين الحظوظ تاعو وين تروح. وإن أكد المساعد المدرب المنتخب الكاميروني الفرنسي سيباستيان أن مواجهة المنتخب الجزائري في ماتش دو باراج كأس العالم المقررة في قطر لن تكون سهلة كما يظن الكثير، لأن الأمر يتعلق بمباراة واحدة مؤهلة لعرس الكروي العالمي القادم شهر نوفمبر المقبل. خاطر علاه نقولوا بلي مباراة واحدة كي تساهمها؟ خاطر كاين مباراة، كاين شوط، غادي نلعبوا الشوط الأول في الكاميرون، الشوط الثاني في البليدة، كاين مباراة واحدة على تسمى ألي روتو، بصح هي شوط في الكاميرون، شوط في البليدة، هذه هي. وقال سيباسي أن مواجهة الخز لن تكون سهلة، على اعتبار أن المنافس اسمه الجزائر. منتخب يحسب له ألف حساب وبالخصوص في ثلاث سنوات الأخيرة، غير أن سيباسي أكد أنه وكافة الطاقم الفني وكذلك اللاعبين ويصمموا على رفع التحدي من أجل تحقيق الحلم الشعب الكاميروني ببلوغ المونديال، حيث قال الفرنسي في هذا الشأن: في الحقيقة أمر لن يكون هين أمام منتخب الجزائري في المباراة المنتظرة نهاية الشهر الحالي، لكننا بالمقابل لا يجب علينا أن ننسى أننا المنتخب الكاميروني، وبالتالي أقول إننا نملك نفس الحظوظ منافسنا في حجز تأشيرة المونديال. المهم إحنا دروك المباراة راني نوجدو لها مليح، هذه مباراة كرة قدم 90 دقيقة تلعب في المستطيل الأخضر. يعني خبرة تاع مدربين نقولوا بلي جا بالماضي يمكن راهي عنده دروك نظرة شاملة، يمكن تكون عنده نظرة، عنده نظرة شاملة على الفرق القوية تاع لافريك. بعد نزول نزلنا من القمة، خاطش كاين بزاف لي مازال يهدر لك ب 35 مباراة، بصح ما تنساوش بلي كاين 43، رانا مكلاسين 43 ساتيام في لافريك. هذه ماهيش ارقام، هذه انما تاع الساتيام في لافريك و 43، يعني ماهيش ارقام. حنا في 2008 2009 تكاليفينا مع مصمص، كانت البرومي في لافريك، برومي في العرب، يعني كانت مرتبه عاشره في الموند، باش ما تنساوش مرتبه عاشره في الموند. نهار اللي لقيناهم كانوا مكلاسين العاشرين في العالم، قسيناهم كانوا مكلاسين العاشر في الموند، كانوا مرتبه عاشره في الموند 2008 2010، خاطش ما خسروش دو كوب دافريك، وما خسروش كاع، كانوا كاع مازال ما خسروش كاع، ودايين دو كوب دافريك. حنا لقيناهم حصرناهم وخرجناهم، على هذيك نقول بلي ماهيش ارقام. 2018 تكاليفاو لي زيكيب، كاليفات وحده كانت مع خمسه الاولى برك نيجيريا، هذا ما كان، الاخرين كانوا واحد مرتبة ثامنة، واحد مرتبة، وقيل المغرب كانوا مرتبة 17 فاتت، على هذيك تونس وقيل كانت مرتبة 7، وقيل ما عارف مصر وقيل مرتبة 12، يعني ما تهمناش حنايا، المهم ما تهمناش، المهم يسدمو كرعيهم، يوجدوا روحهم، وراي الكاميرون قدامكم، هذه هي. وفي سياق متصل يسرع الطاقم الفني المنتخب الكاميروني بداية من 16 مارس الحالي في تحضير لمواجهتين فاصلتين أمام منتخب الوطن الجزائري في العاصمة الكاميرونية، من خلال ضبط كل الأمور التقنية إلى غاية توافد اللاعبين بداية من 21 مارس، وذلك بحسب ما كشف عنه مساعد سونغ سيباستيان الذي خاص به حصة مونديال سبور على قناة
انا يعني بحوار تطرق فيها الى مواجهه المنتخب الجزائري وكذلك اسباب قبوله العمل في الطاقم الفني للمنتخب الكاميروني الى جانب الدولي السابق سونغ، كما لم يفوت سيباسيا فرصه الحوار الذي نقلتها صحيفه كاميرونيه كامفود ليشغل حرب نفسيه ضد اشبال بالماضي قبل 15 يوم من موعد المواجهه الأولى التي سيحتضنها الملعب جابوما، حيث قال التقني الفرنسي إنه والمدرب سونغ وحتى رئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم صامويل إيتو صاروا يشكلون قوة كبيرة فضل عن طريقة العمل الجيد التي سينتهجها بمعية سونغ مستعمل من كرة الإنجليزية سواء في البرنامج التدريبي أم حتى طريقة اللعب. المهم كما يقول لك المنتخب الوطني الجزائري راهي عنده بقاتلو هذا زوج مباريات، نقولوا مباراة شوط هاك يعني مقاتلو هذو اللي غادي نشوفوا باللي المنتخب الوطني ما غاديش يكون سهل، ونعرف باللي حاجة حنا رانا رايحين للكاميرون، ماشي رانا رايحين في نزهة، ماناش رايحين في نزهة، رانا رايحين باش نديرو فيكتوار فماك ونجو. لازم منا خاطر على التأهل فماك نقولوا 70% تأهل فم. المهم ما تكونش نتيجة ثقيلة علينا ونسجلوا على الأقل هدف، على الأقل نسجلوا هدفين، ما تكونش نتيجة ثقيلة علينا برك هذا ممكن. شوف ما تكونش نتيجة ثقيلة برك، ما تكونش 2-0 ما تكونش 3-0، اللي هنا سهلة. المهم الكاميرون ما تجيش داخلة ربعتنا بسكور هنا، خاطر غادي إلا حلينا اللعب حنا معروفين نلعبو 4A 4A، والضغط تاعنا هذيك في الربع ساعة الأولى الضغط اللي نفرضوه نعرفو كيفاش نضغطو، عندنا واحد الربع ساعة ذاك الضغط اللي نفرضوه، يعني كاين ربع ساعة الأولى وكاين ربع ساعة كاين ديك ربع ساعة التالية تاع بريمير ميتو وين كيفاش نضغطو على المنافس. المهم حنايا لازم كي ندخلو نلعبو ما نكونوش خاسرين من الكاميرون بسكور، هذه هي ما نكونوش خاسرين مع الكاميرون بسكور، خاطر إلا حلينا اللعب نتلقاو أهداف مع المهاجمين تاعهم يلعبو على لي كوتي، وزيد عندهم التوغل من وسط الميدان، عندهم التوغل في وسط الميدان، هذه شويه اللي نقول باللي لازم ما نخسروش بسكور. وحنايا الحمد لله ربي ان شاء الله بربي جامع بالماضي يتفرج مباراه واحده برك، والله العظيم يا جامع بالماضي يتفرج مباراه واحده برك، مباراه الكاميرون مصر راني متفرجها والله العظيم، بنادم تا ولا لازم يروح يتبع كيفاش هذاك الشيء يلعب هذاك، انا بقول والله العظيم يا تشوف كيروش كيفاش يعني قتل نقطة القوة تاع الكاميرونيين، ودوزيام ميتو قتلهم، دوزيام ميتو كان غادي يماركي لهم، كاميرون متخليهاش تماركي لك، خاطر إلا ماركات لك تزيدك، غادي كي تماركي لك تزيدك، هذه قوة الكاميرون، تماركي لك قارع الأهداف وخد آخرين، هذه اللي غادي نقولها لك من ضروري. ناس بلا قاعد يضحك علينا بصح ناس يعرفون اش انا نهضروا، كان يقول لك هذا شيء هذا بصح هذه حقيقه، هذه هي الحقيقه، لازم ما نخلوش يعني لازم الكاميرون ما تبركيلكش، لعب الخطه سهله مهلا، انت عندك الكاميرون مصر ما عندهاش نجوم كيما تاوانا، لعابه يكونوا حارين ولعب الخطه تاع كيروش، لعب الخطه تاع كيروش، خاطر كاين بزاف اللي يقول لك نلعبوا في الدفاع، يا الدفاع غادي يولد لك انفجار، الدفاع تلعب الدفاع تاعي كي غادي تلعب، كاين ستنا واحد الناس قال لك كو جاما بالماضي يلعب غير في الدفاع، يا ودي ما كاش العب وحوس كيفاش تلعب لهم تنقص لهم الخطوره تاعهم، تضعف لهم الخطوره تاعهم، هذا الخطوره تاع ليزيلي يعني تاع
تقتل لهم، خاطر حنا راه عندنا لاعبين اللي غادي فين كيقراوهم يقولوا ما تطلعش وتخليه، عندهم ذاك تاع نابولي اللي يطلع هذاك فين صعيب، هذاك ماشي سهل. هذه هي اللي ما نعرف حنا دروك كيما يقول لك نشوفوا والله الله ما غاديش ما نجموش كيفاش حنا نهضروا، خاطر على كاين اونترينير هو اللي غادي يقرا مع ستاف تكنيك تاعو، يقرا لادفيرسير يقرا بمعنى الكلمه، ومن بعد تكون مباراه 90 دقيقه، 90 دقيقه هذيك اللي غادي ليها الصح، 25 غادي ليها الصح هذه.